عندنا مثل كده، مثل ريفي لطيف، يقول لك حط الجلابيه في اسنانه وجري، يعني كده طلع يجري. اشمعنى بقى؟ ويقول لك حط ديله في اسنانه، او حط الجلابيه في اسنانه وطلع يجري. ليه؟ مستعجل قوي، فخاف بقى ان الجلابيه ايه تكعبله ولا تقلل سرعته، فراح حاططها ما بين سنانه. وده اللي عمله مين؟ ده اللي عمله نائب الاردوغان اللي هو اسمه فؤاد اقطاي. حط الجلابيه في اسنانه وجري على بايدن، وابتدى طلبات طلبات طلبات، وفاكر ان الدنيا ايه على قديم، وقال لك تركيا هتزود الضغط بتاعها على الاداره الجديده بتاعت امريكا عشان يسلموها فتح الله جولن اللي عايش في امريكا، اللي بيقالوا عليه هو اللي عمل الانقلاب اياه. وقال تركيا بتتوقع من الاداره الجديده انها تتجنب المواقف الاحاديه، لان في اختلافات كبيره موجود بين تركيا وامريكا في قضايا اقليميه. قال ما فيش حاجه اتغيرت من وجهه نظر تركيا، وقنوات الاتصال هترجع تشتغل تاني. قال لك احنا كان عندنا محاوله انقلاب، والقائد بتاعها اللي هو جولن مقيم في امريكا، فما فيش حاجه منطقيه اكتر من ان احنا نطلب ان امريكا ترحله. قال لك احنا عندنا بس شويه مشاكل اقليميه مع الولايات المتحده، مش كتير يعني. قال لك سوريا، العراق، ليبيا، شرق المتوسط، ارمينيا، اذربيجان، قبرص، اليونان، وما كملش الباقي، ما قالش مصر ومش عارف ايه. وقال لك يعني مش لازم يعني ان الموقف بتاع الاداره الجديده دي ياثر علينا او يتاثر بالكلام ده هم كلهم كم مشكله صغيره. فقال لك يعني احنا ما فيش حاجه هتغير بالنسبه لنا كتركيا، لما يكون في انتخابات في اي بلد احنا زي ما احنا. بس هما دول بس يا كابتن اقطاي اللي عندك مشاكل معاهم، سبعه غير اللي انت نسيت تعدهم، وعلى راسهم متهيألي مصر والسعوديه والامارات والبحرين، فادي اربعه كمان وسبعه في الصندوق، فبقى 11. وانت بتقول ان عندك مشكله مع اسرائيل، اسرائيل عارفه ان ما عندكش مشكله معاها، لكن حطيناها بقينا 12 من كام دوله في المنطقه، ان انت يبقى عندك شويه مشاكل صغيره في الحته دي. لكن طبعا السوشيال ميديا وقفت بالمرصاد للاردوغان والاقطاي، ونشروا مقطع فيديو كان بايدن نشره على تويتر يوم 17/10 السنه اللي فاتت. بيقول فيه ايه؟ بيقول امضيت الاف والاف الساعات في غرفه العمليات، وامضيت ساعات على الارض في سوريا والعراق، وتعرف قادتنا كلهم سابقين وحاليين، لابد ان يخجلوا مما يحدث هنا. وقال تركيا هي المشكلة الحقيقية هنا، وهيكون في حوار مغلق حقيقي مع اردوغان، وتعريفه بانه سيدفع ثمنا باهظا على ما فعله. الان ادفع هذا الثمن. تعالوا نشوف الفيديو. I spent thousands of hours in the Situation Room. I've spent many hours on the ground in those very places in Syria and in Iraq. And guess what? Our commanders across the board, former and present, are ashamed of what's happening here. Turkey is the real problem here. And I would be having a real lockdown conversation with Erdogan and letting him know that he's going to pay a heavy price for what he has done now. طيب ده كلام اظن واضح وصريح، وارجو ان بايدن يكون على موقفه المبدئي اللي قاله، ان الاردوغان لابد ان يحاسب على اللي هو شافه بعينيه في غرف العمليات، وان القادة الامريكان في السابق وفي الحاضر، السابقين والحاضرين، حاسين بالخجل ان هم سايبين اردوغان يعمل كده. هل السيد جو بايدن هيسيبه يعمل اللي هو كان بيعمله ويبقى جو النيمان، ولا هيبقى جو المصحصح ويتصرف؟ وزير المالية التركي اللي هو جوز بنت الاردوغان اسمه بيرات البيراق استقال بعد ما كان اهم وجه في حكومة الاردوغان، وبكده فضيت وزارة المالية والخزانة. محدش كان يسمع عن بيرات البيراق ده، رغم انه جوز اكبر بنات الاردوغان من 14 سنة. وقفل، طلع قفل حسابه على تويتر، واعلن نص استقالته، وقال قررت عدم الاستمرار في وظيفتي الوزاريه
بسبب مشاكل صحية. ألف ألف سلامة حبيبي، ومع ألف ألف سلامة يا روح بابا. بس الغريب بقى إن الليرة التركية أول ما الكابتن بيراق ده استقال راحت نطة وزادت 1%. هل معنى هذا الكلام إن الأردوغان لما كان مشغل جوز بنته وزير معناه إنه كان عامل مصيبة سودة، فأول ما الواد مشي الدنيا ابتدت تتحسن كده 1% مرة واحدة، إن يمشي يعني العادي إن لما بيستقيل وزير خزانة ولا وزير مالية الدنيا بتبقى أسوأ على الأقل لمدة 24 ساعة عشان خاطر الناس تبقى عندها حالة من حالات المفاجأة ومش عارفين هيحصل إيه. بس واضح إنها مفاجأة سارة جدا لأسواق المال في تركيا وأسواق المال العالمية، فالليرة فجأة تجمد قلبها وتزيد 1% عشان جوز بنت أردوغان استقال. أمال لما الأردوغان نفسه بقى يستقيل الليرة هتلعلع بقى وتبقى عاملة ازاي كده، وتبقى يعني آخر فخفخة وزد لها 5%. على فكرة احنا بنتمنى الخير للشعب التركي، يعني اوعوا تفتكروا ان احنا بنتمنى للشعب التركي ان هذه المأساة اللي حاططها فيها رئيسه انها ممكن يعني تبقى شيء يسعدنا، لا بالعكس احنا بنتمنى لهم الخير، ولكن نتمنى ان الكابتن بيراق ياخد في ايده كابتن اردوغان فيعملوا جميلة للشعب التركي، ويعملوا جميلة لشوية الناس القليلة اللي اقطاي قال عندهم مشاكل مع تركيا زي ليبيا، اليونان، قبرص، ارمينيا، اذربيجان، سوريا، العراق، ونحط عليهم السعودية، نحط عليهم الامارات والبحرين، ونحط عليهم مصر، نحط عليهم ليبيا، نحط عليهم باقي الدنيا. ارحل بقى يا عم يعني سلام، يعني اهو العينة بينة. نرجع للمفاجآت بتاعت الناس اللي هنت جو بايدن، الرئيس التونسي الاسبق منصف المرزوقي، والناس طبعا في تونس واكيد هنا في مصر فاكرين منصف المرزوقي، فطلع قال جو بايدن ده جو ده حبيبي، ده جو ده انا متعاطف مع تونس ومع الثوره، اهو مرزوق اهو، ده كان متعاطف مع الثوره السلميه بتاعه تونس، ونشر على الفيسبوك صوره للقاء ليه مع جو بايدن في اغسطس 2014، وقال ان بايدن وقتها قال له انا متعاطف مع تونس ومع الثوره السلميه الديمقراطيه في تونس. والله شكل بايدن مش هيلاحق على لم الصور من الناس دي اللي كل واحد يطلع له فاكر لما كنا اتقابلنا احنا اتصورنا مع بعض وكنا على كوبري مش عارف كوبري عباس.